في أول سنة من الدراسة بالمرحلة المتوسطة كان بالنسبة لي مريت بتجربة شوية جديدة بالنسبة لي. بذيك الأيام الوالد حصل أو اشترى أول جهاز كمبيوتر وكان حاطه عنده في المكتب، وهذا الجهاز المقدس اللي ممنوع أحد يلمسه. والوالد كان لاحظ الهواية، لاحظ أني أنا بدأت أجي معاه طول الوقت عشان أجلس على الكمبيوتر، فشاف أنه فعلياً عندي شغف بهالجهاز الجديد، فراح اشترى لي جهاز خاص فيني. من ذيك الأيام بدأت رحلة العشق للكمبيوتر وتعلم الكمبيوتر والبرمجيات وما إلى ذلك. بالمرحلة اللي دخلت فيها المتوسط، كنت بأول متوسط، وكان هذا بداية شغفي بالكمبيوتر. بنفس الوقت كان تحدي بالنسبة لي أنه بنفس الوقت أتعلم، كان بذيك الأيام أول مرحلة أو أول صف تتعلم فيه لغة إنجليزية كان أول متوسط، فأنت تتعلم ABC وبنفس الوقت تتعلم كمبيوتر اللي يعتبر بذيك الأيام كان معقد ومو موجود مع الجميع. والحمد لله وفقت بذيك الأيام، كان مع عندي مدرس رياضيات بالمدرسة عنده نفس الاهتمام أنه يتعلم الكمبيوتر ويتعلم البرمجة، وراني برنامج كان يشتغل عليه، وكان برنامج خاص بتنظيم الفصول الدراسية ورغبات المدرسين من خلال ألغوريثم. بالطريقة التقليدية كانت تأخذ من أحد المدرسين تقريباً أسبوع، طورنا برنامج يعالج المسألة هذه بأقل من 10 دقائق. وكان بالنسبة لي يعني الشغف اللي كان عندي بتعلم البرمجة كان عالي، وكنت أروح مع الوالدة الخوالي بالرياض وأروح أزور المكتبات وأبحث عن الكتب اللي تعلمني البرمجة وأرجع أطبق وأساعد المدرس بتطوير البرنامج. بعد ما تخرجت من المتوسط وبعد فترة صراحة من العمل المشترك مع مدرس الرياضيات، طورت العلاقة وعرض علي الله يذكره بالخير مدرس الرياضيات أبو فارس خالد الشدوخي، عرض علي أنه نفتح محل كمبيوتر وأنا أشتغل عنده محل الكمبيوتر. وبذيك الأيام رحت للوالد، طبعاً علاقتي مع الوالد طبعاً علاقة عملية فترة طويلة، وكنت أقول له أني أنا أبغى أروح أشتغل عند أبو فارس في محل الكمبيوتر، وهذه رغبتي وهوايتي وما إلى ذلك. فكان الوالد قال لي ليش تشتغل عنده؟ أنا استغربت من السؤال، كنت أظنه معارض أني أنا أشتغل عنده. قال لا، ليش ما تشاركه؟ فقلت له كيف؟ قال لي يدفع وندفعه. فكان بالنسبة لي هذه مرحلة جديدة بحياتي التجارية، كان بالنسبة لي أنه الآن أنا شريك في بزنس عمل قائم. وفعلياً اتفقت مع أبو فارس أن نبدأ المحل ونطور التجارة هذه بذيك الأيام. بذيك الأيام كانت ما قبل دخول الإنترنت، فترة بسيطة بعدها دخلت الإنترنت، وكان فعلياً محل الكمبيوتر كان فيه جزء خاص في بيع القطع الإلكترونية الكمبيوتر وبيع تجميع القطع الحاسب، وفي جزء آخر مركز تدريب، وكان بالنسبة لي مكان يجتمع فيه كل الناس المهتمين. وكنت بذيك الأيام رغم صغر سني إلا أني أعطيهم دروس تدريبية على تصميم فوتوشوب وعلى البرمجة وعلى عموماً تعلم كل مهارات الحاسب.